انا جايه النهارده عشان احتفل بعيد القوات الجويه بعشيره الرئيس محمد حسني مبارك اشرف من انجبت مصر، وهو اعظم الحمد لله انسان في العالم. كل سنه بنيجي بنحتفل معاه، ربنا يديله الصحه يا رب. بجد بجد هو وحشنا جدا جدا جدا. الرئيس مبارك بنقول له احنا يا سياده الرئيس عارفين انجازاتك وعارفين بطولاتك وعارفين اللي انت عملته، ولولا انك انت كنت صاحب الضربة الجوية الاولى التي قضت على اسطورة اسرائيل ان الجيش لازم يقهر، من هنا بدأ الانتصار، ومن هنا بدأت كل الدول وكل مصر تعيد لها عزتها وكرامتها. ام الدنيا اللي كان لما حضرتك بتسافر بره بيرفعوا لك القبعه، واحنا فخورين ان انت كنت ايامها رئيسنا. انت جايه تقدمي له بوكيه ورد؟ انا جايه اودي، انا كل ما باجي على فكره باجي من اسكندريه. انا اسمي شهان الحلواني، كاتبه عالميه وعضو اتحاد كتاب مصر، وانا كل ما باجي لازم اجيب له ورد. خير الرجال. بس الحمد لله انا كنت دايما مراهنه ان هو ما اداش اوامر بضرب المواطنين، ما فيش عسكري يؤمر بضرب مواطن، دي من ربع المستحيلات، لان هو بيحالف يمين الله ان يحافظ على العرض والوطن والبلد. فهو فعلا كان قد المسؤوليه، يكفيني فيه انه ما تخبرش، ما بعديش، ما خدنيش، ولما قالوا له امشي قال لك انا ماشي. قالك انا ماشي. انا كان نفسي الناس تسمع كلامه ويستنوا 6 شهور زي ما كان بيطلب، ما كانش جرالنا العذاب اللي احنا شفناه 4 سنين. بس يلا الحمد لله اتعلمنا وطلعنا من القمه، وعندنا رئيس الحمد لله برضك من قياده عسكريه ربنا يحفظه. انا جايه النهارده لقائد الجو، القائد الجو الجويه سياده الرئيس حسني مبارك جياله. احنا بنحبه 30 سنه امان، عيشنا 30 سنه في امان. قائد الدوله الجويه 73 حسني مبارك، وجاي اقول له كل سنه وانت طيب يا سياده الرئيس. واحنا ان شاء الله احنا مع بلدنا ومع جيشنا ومع شرطتنا. انت علمتنا حاجه كويسه، حبنا في البلد وجمال عبد الناصر وانور السادات وسيادتك يا سياده الرئيس. اي واحد من القوات الجويه والجيش عمره ما بيخون، اللي بيخون الخاينين الارهابيين. وانا بقول لك كل سنه وانت طيب يا سياده الرئيس، وكل سنه هنيجي ونقول لك كل سنه وانت طيب يا سياده الرئيس، و6 اكتوبر كل سنه وانت طيب يا سياده الرئيس. زي كل المدن الجديده اللي عملها سياده الرئيس محمد حسني مبارك، اللي ما رفض تتعمل قاعده لامريكا في قناه في زينه، اللي رفض قناه اثيوبيا، قناه بتاعت السد العالي بتاع اثيوبيا تتعمل.